السلام عليكم. زار وزير الصناعة السيد علي عون مركب جديد لإنتاج الدراجات النارية وبنسبة إدماج جد مرتفعة تصل إلى 70%. هذا أمر جيد. إذن هذا المستثمر اللي أنشأ هذا المركب لإنتاج الدراجات النارية في ولاية سطيف يعني تم إعطاؤه الرخصة النهائية لاستغلال المركب دياله. إذن هذه أمر جيد. هذا المستثمر حصل على بمناسبة زيارة وزير صناعة على الرخصة النهائية لاستغلال مركب تاعو في إنتاج الدراجات النارية بنسبة إدماج 70%. إذن شيء جيد. نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذا الاستثمار. والسلام عليكم. Thank you.